مساء الخير على كل جماهير النادي الاهلي، مساء الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي. استكمالا للبرنامج بنشكر الزميل العزيز ايهاب الخطيب، كان عنده حوار ممتع مع الاستاذ جمال علام رئيس اتحاد كره القدم المصري سابقا، وكان احاديث عن كره القدم والاحوال وكل حاجه حصلت في بتحصل على الساحه في الوقت اللي احنا موجودين فيه. دائما وابدا في حلقتنا او في الفقره بتاعتنا بنجيب نجوم، وكنا بنشوف الساعات الفرق كلها في النادي الاهلي عن الموسم الجديد واستعدادات. لكن النهارده الوضع بيختلف، بنستضيف اول فرقه فائزه في النادي الاهلي ببطوله منطقه القاهره لكره السله سيدات. معانا كابتن المدير الفني كابتن ايهاب الالفي، احد ابرز النجوم في مجال لعبه كره السله، وكتب اسمه في تاريخ المدربين جوه النادي الاهلي في سجل من ذهب، بطل من ذهب مع ابطال من ذهب، نمسي عليه. مساء الخير يا كابتن ايهاب. مساء الخير يا كابتن خالد، منور. الله يخليك، الحمد لله. ومعانا اثنين كباتن من اللي حققوا بطوله منطقه القاهره، كابتن رنا عبد الظاهر، مساء الخير. مساء النور. ومعانا كابتن نور علي، مساء الخير. مساء النور. اخبارك ايه؟ كويس. مبسوطه ان انت معانا؟ اكيد طبعا. قولي لي، هنتكلم معاكي، نبدا معاكي، مش هنبدا مع كابتن ايهاب. قولي يا نوره، عملتوا ايه؟ بطوله منطقه القاهره لسه الناس كلها بتستعد، لسه الدوريات بدأ واحنا اخذنا بطوله كده سريعا زي ما بيقولوا. الحمد لله كانت بدايه موفقه، وكنا متحمسين ليها عشان اول بطوله في السيزون، وكنا عايزين ندي طبع للجمهور الاهلي وللنادي ان احنا ان شاء الله بدايه قويه ويبقوا معانا، يعني مركزين معانا لبقيه السيزون ان شاء الله. قولي لي يا رنا، ماتشات صعبه وماتشات سهله، كانت ماتشات اعداديه؟ في ناس قالت لي دي كانت استعداد بس عشان فرقه الباسكت السيدات بيسخنوا للموسم الجديد، الكلام ده صح ولا كانت في منافسه حقيقيه؟ الحمد لله الماتشات ما كانتش يعني بدرجه الصعوبه اللي هي يكون ماتش كريتيكال او يكون هي. طبعا كابتن ايهاب معلمنا ان احنا اي ماتش لازم نحترمه، وما فيش حاجه اسمها ماتش ضعيف وماتش جامد، احنا بننزل ماتش مستعدين نفسيا ومتمرنين وعاملين اللي علينا، وبعدين الملعب هو اللي بيتكلم، يعني مش الملعب هو بيتكلم، دي حقيقه. انا عارف الملعب بيتكلم. كابتن ايهاب، الف مليون مبروك، اول بطوله السنه دي ما شاء الله، اللهم لا حسد، مش عايزين نقول بقى ايه التاريخ، لكن فعلا بتسطر باسم ايهاب الالفي، بتسطر بحروف من ذهب في سجل تاريخ سيدات النادي الاهلي كره السله. والله الحمد لله الاول على البطوله والمكسب، ودي اول بطوله لينا في السيزون ده. الحمد لله ان هي جت بدري قبل تحضيرنا للبطوله العربيه وبدايه الدوري المرتبط. الحمد لله رب العالمين، ده بفضل ان انا موجود بس في النادي الاهلي. التاريخ ده عشان انا موجود في النادي الاهلي، عشان معايا فرقه محترمه ورجاله، هم بنات بس دايما اقول عليهم رجاله. رجاله يا كابتن بقى، ما تخلوش يكسفوا مننا. لا ما شاء الله عليهم، يعني في الباسكت يعني فعلا على قد المسؤوليه وملتزمين وبيبذلوا مجهود كبير مع دراساتهم. فان احنا نكسب بطوله المنطقه للسنه الثالثه على التوالي ده حاجه كويسه. الماتشات هم بياخدوها بزاويه تانية. لا، هي الماتشات السنه دي مختلفه، ماتشات السنه دي احنا عندنا تدعيمات جديده، الفرقه متغيره شويه، في لعيبه بطلت ولعيبه سافرت ودعمنا، فكان بالنسبه لي يعني مش موضوع قلقان قد ما كنت عايز اطمن على الفرقه ومدى التجانس ما بينهم في المباريات، والحمد لله ظهر بشكل جيد. اتمنى ان شاء الله في البطوله العربيه يبقى ممتاز. احنا بنترجت البطوله العربيه ان شاء الله. تمام كابتن رنا، لازم اسالك سؤال مهم. بدانا الحلقه سريعا على بطوله منطقه القاهره، لكن دخلنا ملعب كره السله ازاي؟ وصلنا ملعب كره السله ازاي؟ مع انك دكتوره النهارده صح؟ دكتوره بشريه؟ هتعالجينا ببلاش ولا؟ عينيا. طيب قولي، دخلنا ملعب كره السله ازاي؟ زمان وانا عندي 9 سنين دي كانت اول مره. انا اصلا كنت بلعب سباحه، بعدين مامتي قالت سباحه. تمام. مامتي قالت لي تلعبي باسكت ولا فولي، قلت لها العب باسكت. دخلت المدارس، وبعدين في بيبقى في اختبارات كده عشان نخش الفرق، وبعد كده كابتن حنفي هيكل شافني وبعدين اختارني ان انا اخش ابو الاشبال. كابتن حنفي ده حاجه، كابتن حنفي حاجه تاريخ كبير في النادي. وبعد كده كملتي واستمرتي. نور نفس الكلام، دخلت ملعب كره السله ازاي؟ انا مامتي وبابايا اصلا كانوا بيلعبوا باسكت، واختي الكبيره، فهي كانت البدايه كده ان هم يعني دخلوا اولادهم باسكت، والحمد لله استمرنا.
يعني هو بابا السبب في دخولك ملعب الباسكت. طب لما بتلعبي ماتش حلو ماتش كويس ماتش مش حلو بيعملوا معاكي في البيت طبعا ايه كلهم مهتمين بالباسكت عندك احاديث كتيره جوه البيت. دايما بابايا بيشجعني وكده ومامتي طبعا. هي مامتي اللي كانت متحمسه اكتر ان احنا نلعب رياضه وكده. كابتن نور احنا عندنا مشكله في المايك بتاعك يعني المايك صوتك مش طالع على الهواء. لا خلاص خليك هم هيحلوا كل ده. هنكمل بس مع كابتن ايهاب لغايه بس ما يحلوا مشكله المايك بتاعك. كابتن ايهاب قول لي كنا بنقول دي استعدادات للبطوله العربيه. هي البطوله الاقوى البطوله العربيه بالنسبه لنا هي مش الاقوى هي الاهم بالنسبه لنا لان الحمد لله احنا حصلنا على بطوله الدوري الممتاز ودوري السوبر والكاس وبطوله المنطقه دي ثلاث مرات فالحمد لله. لكن البطوله العربيه كابتن خالد حاجه غريبه جدا ان كل البنات اللي معايا ما شافوهاش يعني احنا اخر بطوله عربيه كانت 96 96 معظم البنات ما كانوش اتولدوا اساسا يعني ما كانوش اتولدوا اساسا يعني ما شافوش تاريخ البطوله العربيه ما شافوش طبعا تاريخ البطوله العربيه مش حاسين قد ايه البطوله العربيه لازم يحضروا يعني عايز اعمل لهم اعداد شويه نفسي ان هم بطوله يعني ما ينفعش النادي الاهلي يبقى من 96 احنا ما شاركناش في بطولات عربيه او ما فوزناش ببطولات عربيه. الموضوع ده انا شخصيا يعني عندي تحدي ليه زي بطوله افريقيا بالظبط. النادي الاهلي لم يشارك مش لم يحصل على بطوله افريقيه ده لم يشارك في بطوله افريقيا. الموضوع ده انا ككوتش يعني متضايق منه جدا. لا النادي الاهلي لازم يشارك في البطولات الافريقيه ويحصل ان شاء الله هي البوابه للخروج للعالميه اكيد طبعا. فاحنا خدنا الوان ستيب او الخطوه الاولى ان الحمد لله مجلس الاداره والنشاط الرياضي كابتن رؤوف وافقوا لنا ان شاء الله احنا نشترك في البطوله العربيه هي. فدي حاجه كويسه. البطوله العربيه هتكون ان شاء الله في اسكندريه في النادي الاولمبي. من امتى لامتى يا كابتن؟ البطوله من 23/10 ل 31/10. عندنا حاجه كويسه جدا. الحاجه بس اللي قلقاني شويه هي موضوع الجماهير. اتمنى يا رب ان موضوع الجماهير يخلص قبل البطوله العربيه عشان اعود البنات ان هم يلعبوا ويشوفوا جمهورنا اللي هو ان شاء الله هيكون السبب الرئيسي ان شاء الله في المنافسه على البطوله العربيه. الجماهير هي الصفه الاساسيه. كابتن رنا كابتن ايهاب الالفي بيقول ان الجماهير حاجه مهمه جدا جوه ارض الملعب. قولي لي لعبنا قبل كده بجمهور النادي الاهلي ولا لسه؟ لا لسه. لسه ما جربتيش؟ يعني هو لازم فعلا الكابتن ايهاب بيقول ان احنا لازم نجرب الموضوع ده. طب كابتن رنا قولي لي احنا ازاي بنوفق بين الدراسه وبين التدريب؟ كليه الطب حاجه صعبه جدا ازاي؟ هي طبعا من اصعب الحاجات اللي ممكن حد يعملها في الدنيا يعني ان هو يكون في كليه صعبه زي الكليه بتاعتي ويكون يعني كوميتد في نادي طبعا كبير جدا ولازم اكون يعني على قد المسؤوليه. انا بحاول اكون هنا على قد المسؤوليه وهنا على قد المسؤوليه. طبعا ممكن يجي على حساب نومي على حساب راحتي على حساب حاجات كتير ممكن مثلا ما اخرجش بس عشان انا قررت ان انا هلتزم في الدراسه وهلتزم في الباسكت. فممكن انام ساعتين في النص ما بين التمرين وما بين الجامعه علشان احاول ادي هنا كويس وادي هنا كويس واذاكر بقى بالليل. طيب هستاذنكم نخرج التليفون مهم حاجه تهمكم كابتن ايهاب من تنزانيا وفرقه كره السله بالنادي الاهلي وتصفيات المنطقه الخامسه لبطوله افريقيا للانديه. معانا من هناك رئيس البعثه المهندس محمد سراج الدين. مساء الخير عضو مجلس اداره. مساء الخير يا باشمهندس. نور كابتن خالد وتحياتي لحضرتك والكابتن ايهاب ونور ورنا. لسه كسبانين بطوله النهارده امبارح كابتن ايهاب الالف لسه مخلص بطوله ولسه كسبان بطوله منطقه القاهره ودي اول بطوله بتخش سجل النادي الاهلي السنه دي في تاريخ البطولات باذن الله. لا كابتن ايهاب ما شاء الله يعني متواضع دايما والحمد لله يمكن الموسم اللي فات كان حصد الرباعيه يعني في البطولات كلها اللي شارك فيها مع فريق اكثر من ممتاز مشرفين دايما اسم النادي الاهلي واحنا كلنا ثقه فيهم ان هم ان شاء الله حققوا نفس البطولات وببارك لهم طبعا من خلال قناه النادي. وهو كابتن ايهاب عارف احنا ثقتنا فيه ان هو دايما يعني بيكون قد المسؤوليه هو كل طبعا فريق معاه وان شاء الله باذن الله تكون البطولات السنه دي من نصيبهم والبطوله العربيه والافريقيه ان شاء الله بنفس على استقرار البطولات النادي ده. باشمهندس عايزين نطمن على احوال البعثه. رابع فوز النهارده ما شاء الله في البطوله تصفيات البطوله الافريقيه. طمنا ايه الاخبار؟ عندنا مشاكل هناك عارف اللي كانت في مشكله قبل حضرتك تسافر بخصوص اقامه اللاعبين هناك او اقامه البعثه المصريه تقول لي ايه؟
وطبعا كنت خايف حضرتك يعني ابقى واحد في الامور اللي جوه اللي داخل القاره الافريقيه والمشاكل الملاعب والاقامه والكلام ده كله وفي تشتيت كتير يعني. فطبعا احنا كملنا في يوم يمكن انا ما كانش بس هي الحظ ان انا خالص دخلت اول يوم عشان كان عندنا اجتماعيه رقميه طبعا بتاعت 2028 الحمد لله ان انا مشيت بشكل كويس فانا كنت متواجد في مصر وبعد كده يعني لحقت المدرسه بعد كده. فكان في طبعا مشكله كان الاتحاد هنا مختار لهم اوتيل للاسف كان سيء جدا يعني ما كانش ينفع عددنا هم يعرفوا كده. فالحمد لله يعني اتكلمت مع بعض بشكل يومي غيرنا الاوتيل موجودين في اوتيل دلوقتي كويس جدا ويعني اللعيبه مستريحه الحمد لله هم حققوا النهارده كمان رابع فوز على التوالي الحمد لله. كنا مجربه في مع بطل فرنسا باذن الله في الثالث اول مجموعه ونبدا نلعب بقى رابع مجموعه الثانيه تحت الحمد لله هم ماشيين بشكل ممتاز يعني بغض النظر عن ظروف الاقامه والملعب كمان كان سيء جدا بصراحه يعني قدامنا صور الملعب يعني مطلعين صور الملعب قدامنا حاسين الملعب في مشكله ملعب المباراه يا باشمهندس. طبعا يعني ما هو ده كمان الملعب الوحيد اللي موجود يعني في العاصمه في دار السلام وملعب طبعا ده يعني هو انا شايف هانجر مش ملعب يعني صعب جدا يعني ان هو كان في بطوله او تصفيات لبطوله افريقيه يعني تتمثل القاره بطوله رسميه وبطوله صعب قوي يعني ملعب كمان تخاف على الاصابات اللعيبه يعني يعني انت بتلعب كل يوم ما فيش ولا راحه ولا يوم راحه ثالث فطبعا كل مع القضيه دي يبقى في يعني عوامل طبعا فوق من الاصابات والاجهاد كده فربنا يكرمهم بقى ربنا يوفقهم ان شاء الله ويكمل على خير في هي دي افريقيا احنا متعودين على كده قوي يعني عاملين حسابنا على كده هم دول اولاد النادي الاهلي ده كل يوم مفيش ولا راحه ولا يوم راحه ثالث فطبعا كل مع القضيه دي يبقى في يعني عوامل طبعا فوق من الاصابات والاجهاد كده فربنا يكرمهم بقى ربنا يوفقهم ان شاء الله ويكمل على خير في هي دي افريقيا احنا متعودين على كده قوي يعني عاملين حسابنا على كده والله ده بسم الله بتلعب كل يوم ولا راحه ولا يوم راحه ثالث فطبعا كل مع القضيه دي يبقى في يعني عوامل طبعا فوق من الاصابات والاجهاد كده فربنا يكرمهم بقى ربنا يوفقهم ان شاء الله ويكمل على خير في هي دي افريقيا احنا متعودين على كده قوي يعني بص هو برده حصل نفس الكلام تاني ان الصوت بيتعاد بيتكرر تاني مره اعتقد نتصل نحاول نتصل بيه تاني عشان الصوت فعلا بيتكرر كده ترجعوا لنا مره تانية. كابتن ايهاب حال ارضيه الملعب اللي انت شايفها وابطال لازم نتكلم عليهم دلوقتي ابطالنا هناك ابطال الباسكت اللي بيلعبوا البطوله اللي هي تصفيات البطوله الافريقيه تقول لهم ايه؟ الحمد لله احنا لعبنا في الملعب ده زمان اعتقد سنه 2001 هو نفس نفس الملعب نفس الارضيه ونفس الحاله هو فعلا هانجر زمان مش بس محمد سراج انا بشكره وبحييه على المداخله الجميله دي هو نفس الهانجر ونفس الملعب بالظبط مفيش اي تغيير والارض فيها كده يعني تشققات باينه جدا ولا تصلح يعني وهي اصلا اسفلت من تحت وهي بس طبقه الترفليكس تقريبا اللي فوق دي كده بس ده حاجه بسيطه ده هي اصلا متقطعه باينه يعني حتى في الصور لكن لعبتنا متعودين وطارق متعود على الموضوع ده وتعاملوا معاه الحمد لله وكسبنا المكسب الرابع وان شاء الله يا رب يتأهلوا ان شاء الله ويكسبوا ان شاء الله للتصفيات باذن الله. طيب هنرجع للسيدات ونرجع لرنا نرجع بقى لنور المره دي عشان نور خلاص الميكروفون بتاعها اشتغل. قولي لي العلاقه بينك وبين كابتن ايهاب الالفي شكلها ايه؟ بيعملكوا ازاي؟ ايه الوضع؟ اكيد في كيمياء معينه في الموضوع عشان نوصل للفوز. هو طبعا كابتن ايهاب بيتعامل معانا بناته اكتر ما احنا فرقه وكابتن ده بيخلي عمل ما بيننا راحه ان احنا بنتعامل مع كابتن بتاعنا مثلا هو طبعا بياخد اعذار وبيقدر الظروف كويس فبيبقى خلينا نلعب واحنا مرتاحين وحاسين ان فعلا في حد بيدعمنا وبيساعدنا وهو ده اللي بيعمل مكسب يعني بس لما بيترفز بيبقى وحش صراحه صح قولي لي مش عايز اشوف لما هو بيزعق لا خالص بقى يعني مش عايزينه بقى صعب قوي تجروا منه كابتن ايهاب بتزعلهم جامد والله مش دايما ظالمين يعني متعبين عليا اشاعه صعبه يعني لا يعني جوه الجيم انت عارف طبعا
ضغوط يعني وكده وتبقى في اخطاء سهله جدا يعني مش متعوده منهم يعني. فانا بس مجرد ان انا ممكن اكون عصبي شويه بس جوه الجيم، لكن ببقى حريص عليهم يعني ان الحاجات الاخطاء البسيطه دي ما ينفعش احنا نعملها في النادي الاهلي، او الحاجات البسيطه دي تفوت مننا. الموقف ده تتعامل معاه بشكل اقوى شويه. ساعات بينزلوا الجيم مستهترين شويه يعني بترخص شويه بصراحه يعني. وبصراحه يعني انا ساعات ما يبقاش في اصلا في حاجه والدنيا ماشيه كويس جدا، بس انا بحاول اتعصب عشان طبعا عشان يسد الجيم يدوا اقصى حاجه اكتر يعني. ان هم ساعات بيلعبوا على قد الجيم او على قد الفرقه المنافسه يعني. لكن هم بصراحه هو تعبوني اول سنه بس جدا جدا، الموضوع قل تاني سنه. السنه دي الحمد لله هم خلاص يعني حفظوني وانا حفظتهم، فالحمد لله الدنيا ماشيه كويس يا رب ان شاء الله وتكمل على خير يا رب. دكتور رنا قولي لي الموقف بتاع كابتن ايهاب اللي كان عايز يجيب حد من شعره يعني، كان خلاص تفتكريه ايه في الملعب يعني؟ موقف صعب شويه. غالبا انا اللي ببقى في كل المواقف دي غالبا. ممكن مثلا كنا السنه اللي قبل اللي فاتت كنا بنلعب في نهائيات الدوري في شارع الدخان، وبعدين كان الجيم احنا كنا فارقين 3 بوينتس وكنا بنلعب زون 2 3، فانا من البوزيشن المفروض البنت اطلع عليها كان بنت شوتر من سموحه شاطت كوره. كابتن هاني نزل لي لحد نص الملعب وقعد يزعق لي جامد قوي. مش ناسي الموقف ده. معلش هنخرج تنزانيا وهنكمل مع بعض. باشمهندس سراج معانا على التليفون. باشمهندس سراج عضو مجلس، باشمهندس محمد سراج عضو مجلس اداره النادي الاهلي من تنزانيا. باشمهندس عايزين نطمن، معلش تركيا هنا صعبه دي حقيقه انا عارف، عايزين بس نطمن على احوال البعثه، في اصابات في حاجه ايه اللي جاي يعني الاحوال العامه للبعثه بس النادي الاهلي؟ لا هو الحمد لله يعني كلها تمام، بس كانت كده في الماتشين اللي فاتوا الاصابه كانت ميدي بس تحت عينه كانت يعني بس غرزه امبارح يعني راح مستشفى تعالجت بشكل كويس كل حاجه وافضل الحمد لله النهارده. الحمد لله. ده بالنسبه لرامي ومحمد ابو النصر، بس كان في برضه تركيته برضه اصابه خفيفه ان شاء الله بكره هنعمل تيست كده عليها وان شاء الله يعني برضه يبدا يلعب الجاية بس ما لعبش النهارده. فدول يمكن الاصابتين اللي موجودين حتى الان تكريت كلها خير الحمد لله، بس غير اجهاد يعني زي ما بقول لك عشان صلاح الكورات كل يوم مش راحه، لكن الحمد لله كلهم بخير يعني ان شاء الله ربنا يعافيهم بكره باذن الله. مهندس محمد سراج بنشكرك شكرا جزيلا ونتمنى لكم كل التوفيق باذن الله، وترجعوا من تنزانيا باذن الله متاهلين لبطوله افريقيا للانديه باذن الله. شكرا باشمهندس. يا رب. شكرا. هنرجع بقى للشد والجذب معاك، هنروح للاستعداد للمرحله اللي جايه وهي الاهم اللي عندك اعتقد، هي التارجت بتاعت كابتن ايهاب الالفي الدوري المرتبط اللي هيبدا بكره. احنا عندنا الدوري المجمعات تبتدي بكره، عندنا 4 و5 و6 الدور الاولاني لعب 6 اكتوبر ان شاء الله، والغابه ونادي الزهور كويس. ده الدوره المجمعه الاولى. الدوره المجمعه الثانيه 11 و12 و13 10 نفس الفرق بنلعبها في المجمعه الثانيه ان شاء الله، وبنرتب المجموعه ان شاء الله. والاول فرقه عندنا الاول مجموعه بيلعب رابع المجموعه الرابعه ان شاء الله، ويبتدي يخش لدوري المرتبط. الدوري المرتبط نلعب احنا والتحت 16 سنه بنلعب كل فرقه بتلعب ماتشين رايح جاي، فان شاء الله يعني دول هناخدهم الست مباريات دول ان شاء الله استعداد للبطوله العربيه يوم 23 ان شاء الله باذن الله يا رب. البطوله العربيه في اسكندريه. في اسكندريه. نور قليل احنا دخل علينا السنه دي في فرقه السيدات اعتقد 3 لاعبات امريكيه وسوريا وكابتن هيل اعتقد صح كده؟ منار. مظبوط. ومنار. منار. ومنار هلا كانت قديمه وجددت، بس منار وسوريا. قولي لي تعاملنا ازاي مع اجواء 3 لاعبين جداد على فرقه السيدات، دخلوا ازاي في وسطيكم؟ هو هما اكيد طبعا بالنسبه لنا اضافه، بلس ان احنا في 3 برضو كانوا معانا في الفريق وفي 2 بطلوا وواحده مشيت، فكنا محتاجينهم، كنا محتاجين دعم عشان الفريق يكمل ويفضل على نفس مستواه.
والحمد لله يعني قدروا يخشوا معانا ويحفظوا السيستم ويعرفوا يتعاملوا معانا احنا نتعامل معاهم. ما كانش في فرق خالص ولا حاسين ان هم جداد ولا حاجه. بس محترفه يعني لسه جايه فما لحقناش نتعامل معاها يعني. بس هتحتضنوها دي اعتقد دي بنات طبعاً. النادي الاهلي او فرق النادي الاهلي بيحتضنوا الناس دي. طبعا وهي شكلها لذيذ برضه. شكلها كويس. طيب تمام. رنا قولي لي بنبص للاحتراف الخارجي؟ لا خالص. مش عايزه. ليه؟ عايزه تقعدي في مصر؟ خلاص يعني انا يعني ان شاء الله اكيد في سن معين هضطر ان انا ابطل باسكت بقى و ليه هبطل؟ حاسس بجد بقى هتجه لدراستي بقى يعني. تمام. مش ببص للاحتراف. مش ببص للاحتراف. كابتن ايهاب في محترفات ممكن يقدروا يطلعوا من مصر يطلعوا ينافسوا بره ولا الاجواء المصريه ما تسمحش او البنات المصريه لعيبه من عندنا؟ لعبات من عندنا. احنا عندنا اوريدي ناس بتلعب عندها سكولرشيب في امريكا وخرجوا بره زي عندنا نادين سلعاوي من النادي الاهلي ماشيه بشكل كويس جدا. كابتن سلعوة. بنت كابتن سلعوة. اعتقد ان هي هتعمل حاجه كويسه ويعني ماشيه بشكل كويس جدا يعني. عندنا وعندنا اللعيبه كمان صغيره اللي عندنا بنتين صغيرين طلعوا في الهاي سكول كمان مواليد 2001 2002 امريكا برضو بيدرسوا وبيبقى عندهم فرصه بعد كده ان هم يخشوا في الدوري الجامعات يعني لما بيدرسوا بره بيكون عندهم يعني. هل ده النتاج ده هيرد على منتخب مصر؟ اكيد هيرد على الاهلي لو هيرجعوا لنا، لكن هيرد على منتخب مصر للسيدات؟ اكيد طبعا لان السيستم مختلف ونظام التدريب مختلف، يبقى الباسكت ليه اولويه مع الدراسه. بس الباسكت يبقى ليه اولويه شويه، فاكيد طبعا هيعود بالنفع. دي حاجه كويسه. احنا عندنا حوالي 7 أو 8 بنات في الدرجه الاولى وحوالي 4 أو 5 صغيرين تحت السن، فاعتقد هيبقى في استفاده للمنتخب ان شاء الله يعني. قول لي اخبار المحترفه الامريكيه ايه؟ والله يا كابتن خالد عشان اكون صريح، هي احنا الموافقه خدناها متاخر شويه، ف كانت الفتره اللي احنا بندور فيها كان كل اللعيبه يعني السوبر شبه مضوا يعني، لكن الحمد لله احنا توفقنا في المحترفه اللي عندنا وجت من يومين بالظبط ونزلت التمرين الحمد لله، وربنا ييسر ان شاء الله وتكون اضافه كويسه لينا في الدوري والبطوله العربيه ان شاء الله. والبنات زي ما هم قالوا كده، زي ما قالت نوره ورانا، احنا عندنا ميزه مش موجوده في اي فرقه سواء اولاد او بنات، بس البنات اكتر شويه، ان ثريا لما جات ومنار ما حسوش من اول يوم ان هم جايين نادي جديد، هم حسوا ان هم جايين بيتهم. فعلا البنات استقبلوهم استقبال يعني اكتر ما انا كنت متوقع. كنت فاكر ان هياخدوا وقت شويه عشان يحصل انسجام ويحصل يعني تالف سريع يعني، لكن بصراحه من اول يوم حسيت ان هم بقى لهم سنين بيلعبوا معانا، هم اصحاب كمان في المنتخب مع بعض، فالحمد لله دي كانت اهم نقطه وبالذات في البنات، ان الموضوع يحصل التجانس ويحصل المحبه وروح النادي الاهلي تبقى سريعا كده تحصل الحمد لله. فمكسب امبارح كمان يعني ساعدنا شويه في الموضوع ده وخلى الموضوع يبقى اسرع ان شاء الله. حتى المحترفه امبارح اتبسطت جدا، هي ما كانتش موجوده معانا في الماتش لسه، ما كانتش لعبت سكور. لا ما كانتش موجوده، بس كانت موجوده معانا ونزلت وكانت فرحانه جدا ومبسوطه جدا، ومن اول يوم حست ان قالت لي انا اول مره اجي الميدل ايست اساسا يعني، او اول مره اجي مصر، لكن انا حاسس ان انا بلعب في نادي كبير جدا غير اللي لعبت فيهم في تركيا ورومانيا وبولندا. فدي كانت حاجه كويسه بالنسبه لنا يعني. قدامنا لقطات هي على الشاشه دي، تسليم ماتش امبارح. هي دي ماريا. هي لعبة كويسه وارقامها كويسه جدا، عندها خبره كمان لان هي لعبت في الدوري التركي، ارقامها كويسه بالافريج بتاعها 15 بوينتس في الجيم و9 ريباوند و5 اسيست، فدي ارقام كويسه بالنسبه للدوري التركي. الدوري البولندي نفس الكلام، لعبت في التشيك نفس الكلام، ارقامها كويسه. اتمنى ان شاء الله انها تبقى اضافه قويه ان شاء الله ويكون لها دور معانا ان شاء الله في البطولات اللي جايه باذن الله. باذن الله. رنا قولي لي المنافسه اللي جايه، خلاص احنا عدينا بطوله وانا بلعب كان دايما يقول لك عديت بطوله خلاص بقت في التاريخ، خلينا نبص اللي جاي. ودي المنافسه اللي جايه في الدوري المرتبط، المنافسه مع مين في الدوري المرتبط؟ عندنا الاول 3 ماتشات مع 6 اكتوبر ده الماتش اللي بكره، مش فاكره فرقتين تانيين. لا انا بقول لك يعني المنافسه، احنا النهارده بننافس على دوري المرتبط، بننافس على دوري احنا حامل اللقب بتاعه، صح كده يا كابتن ايهاب؟ فبننافس مع مين؟ مين الانديه؟ سبورتنج، هيليوبوليس، مش يعني مين الانديه؟
سبورتنج هو دايما المنافس بتاعنا، يعني دايما بيكون احنا ان شاء الله اول وبيكون سبورتنج تاني، فدايما بيكون هو ده الماتش الفاصل يعني. يعني الحمد لله ربنا بيوفقنا في كل الجيمات التانية وبتخلص بفرق كبير، بس هو ده دايما بيكون الماتش اللي في الملعب. لكن اعتقد السنه دي المنافسه مختلفه، يعني انا سامع وشايف الفرق كلها بتحضر للسيزون ده. يعني كل الفرق القريبه ليكوا هليوبوليس، الشمس، اعتقد سبورتنج، جزيره، سموحه، اعتقد يعني سموحة. كلهم بيحضروا، يعني في تحضيرات واضحه جدا في سيزون كره السله سيدات. هتشوفي المنافسه شكلها ازاي؟ انا حاسه ان المنافسه السنه دي هتبقى اجمد من السنه اللي فاتت. بالزبط. طبعا بعد فتح ابواب الاحتراف وكده، وكذا حد كذا نادي جاب كذا محترفه. فلا السيزون ده هيكون اجمد، بس احنا برضو الحمد لله قدرنا نجيب المحترفه، قدرنا نجيب ماريا، والحمد لله انضم لنا سوريا ومنار، فبرضو احنا متجهزين ومدعمين برضو. فان شاء الله تبقى يا رب باذن الله. نور قولي لي، الاحتراف الخارجي لينا سكه فيه؟ ليكي امل عايزه تطلعي ايه في الوقت الدراسة؟ لا يعني خلاص هخلص دراستي هنا، ممكن بقى لما اخلص يبقى الاحتراف موجود، بس في اكتر يعني البلاد اللي فعلا فيها باسكت يعني، مش ان شاء الله يعني نصف ان شاء الله ناوية. طب قولي لي سؤال، دايما ولي الامر لما بيكون كابتن بيبوش الامور قوي، يعني بيجي على ابنه شوية، هل كان ده بيحصل معاكي وانت صغيرة لغاية ما كبرتي؟ لا، هما بابا ماما اخواتك، انت عندك عيلة كاملة. عيلة كاملة باسكت، صح؟ قولي لي. لا، هما كانوا متفاهمين الموضوع وفاهمين ان مثلا بيبقى عندي تمرين ومدرسه، فمش بذاكر مثلا بيأثر على مذاكرتي، هما فاهمين ان انا مثلا تعبانه من ماتش او من تمرين، فلا هما كانوا متفاهمين يعني قوي، ودايما مامتي بقى كانت بتدعمني وتيجي ماتشاتي وكده وتركز معايا يعني، واكيد مع كل اخواتي. يعني كان بوش ناجح يعني الحمد لله. بوش ناجح. كابتن ايهاب، لازم نسالك سؤال من خبرتك. اولياء الامور اكيد حاجه مؤثره جدا في الحياه الرياضيه، حاجه مساعده جدا، بنشكرهم على المجهود اللي بيبذلوه، لكن بنتكلم بصراحه، في تدخلات شويه بيحسوا بيبوش الامور، تحس ان اللعيب كان لعيب كويس لكن بوش اولياء الامر بيبوش ناحيه عكسيه، تقول لهم ايه؟ نصيحه من ايهاب الالفي ليهم النهارده، لان دول اولادنا في الاخر. لا، هو الفكر اختلف دلوقتي كابتن خالد، هو الامور بالنسبه لنا دلوقتي هم عامل مساعد، مش احنا مش في منافسه ولا اعداء ولا العكس، هم بيأهلوا في البيت وبيربوا في البيت، واحنا بنأهل جوه الملعب وجوه النادي وبنربي جوه النادي وعلى قيم النادي ومبادئه ورولزه اللي هم اللي احنا تعودنا عليها، فاحنا بنكمل، احنا في مركب واحده، واحنا في سكه واحده، فما عندناش مشاكل. موضوع اولياء الامور ده ممكن يكون في الناشئين شويه، في الناشئين والناشئات في السن الصغير، لكن لو مع الكبار لا، احنا ده مش موجود في النادي الاهلي بصراحه، وهو ده اهم ما يميز النادي الاهلي، هم بيبقوا عامل مساعد شويه، لكن وحاجه طبيعيه، وضع طبيعي، ان ولد صغير او بنت صغيره لما ابنه ما يلعبش او بنته ما تلعبش اكيد بيبقى متضايق، بيبقى زعلان، دي خلاص اتعودنا على الموضوع ده، لكن في النهايه احنا في النادي الاهلي ما فيش حاجه اسمها تدخلات من اولياء الامور ولا، وده اهم حاجه بتميز النادي الاهلي عن بيت الانديه، لكن هم في ناس منهم فاهمين وواعيين ومقدرين وبيعنفوا ولادهم، زي ما نوره مثلا لما بتقول لا انا كتير جدا خاصة يعني ماما نور لا النهارده ما كنتش كويسة، النهارده انا مش مبسوطة منك، تيجي تقولي لي ماما زعلانة مني وكذا، ممكن تعيط، لا بالعكس انا النهارده دي انا راضي النهارده كويس جدا، بس عندنا احسن، فاحنا مكملين. لكن في ناس مش فاهمين شوية، ممكن حدش يلعب فمعلش فطبطب عليها شوية، فممكن تبقى حاجة سلبية او ناحية سلبية، فمنهم كده ومنهم كده. طب لا، انا برضو السؤال، انا سألتك سؤال وخلاص احنا ردينا عليه، لكن انا عايز اخدك لتحت، حضرتك المسؤول الاول عن الجهاز في النادي الاهلي، قطاع الناشئات عندنا اخباره ايه؟ لا الحمد لله قطاع الناشئات عندنا كويس جدا، وعندنا خامات مش موجوده في مصر من اول العشر سنين لحد ال 18 سنه، الحمد لله في قاعده كويسه جدا وشغالين عليها كويس، وكابتن ايوب بخيت مدير قطاع الناشئات كل سنه الحمد لله بندعم وبنجيب اللي بتحتاجه الفرق او النواقص، ان كان حتى قصيرين او طوال، كنا الاول بنجيب طوال بس، دلوقتي لا احنا بنجيب في كل المراكز بندعم من الاول،
الحمد لله احنا السنه اللي فاتت ابطال الجمهوريه تحت 18 سنه وابطال الجمهوريه تحت 16 سنه وثاني الجمهوريه تحت 14 سنه بالنسبه للبنات. دول الثلاث بطولات الاساسيه. ما عندناش 20 سنه في البنات. لا الحمد لله قطاع البنات والناشئات مؤثر جدا الحمد لله. امبارح كان عندنا احنا مصعد معنا خمس بنات منهم اثنين امبارح في السكور مواليد 2002 مواليد 2002 لسه طالعين من 16 سنه. فالحمد لله ده هو ده برده من المكاسب اللي جنب اللي خدناه من بطوله المنطقه ان البنتين الصغيرين لعبوا وادوا بشكل كويس وفي غيرهم كمان موجود ملك وحبيبه في كمان ياسمين كانت موجوده وسلمى الشاذلي موجوده وهنا نبيل موجوده وريم اخت نوره كمان موجوده. فالحمد لله احنا عندنا قاعده في الناشئات الحمد لله كويسه الحمد يعني لله. كابتن ايهاب الالفي مطمئن على جهاز الناشئات مطمئن على ان كره السله سيدات هتفرز لاعبات في المرحله اللي جايه كتير طبعا ان شاء الله لان هم الاساس لان هم الاساس واحنا بنينا من اول يوم مسكنا فيه الدرجه الاولى ان كان لازم الاعتماد على الناشئات لكن عندنا غيابات كتير. طلعنا حوالي 6 7 بنات من تحت 18 سنه هم كانوا النواه او القوام للفريق مع باقي الاعضاء الفريق الموجودين مش الكبار يعني اللي هم اكبر منهم سنا لان الحمد لله احنا معدل اعمارنا في الباسكت بول سيدات قليل جدا يا كابتن خالد. الحمد لله احنا من اصغر يعني اقل عمر في متوسط العمر دي تقريبا انا نورا 97 98 عندي ست بنات 98 عندي 2002 بيلعبوا معايا بتتكلم 22 23 سنه يعني المتوسط يعني ممكن يعمل 21 سنه. هايل الحمد لله احنا ماشيين بشكل كويس والناشئات عندنا كويسين هما بيلعبوا من يعني مش من السنه دي بيلعبوا بيلعبوا من السنه اللي فاتت واللي قبليها الحمد لله. فده ده المكسب اللي يرضينا انا ككوتش بصراحه ان البنات بيلعبوا والحاجه كمان ان انا مش بلعبهم وانا مضطر لا انا عندي نجوم وعندي لعيبه منتخب مصر وعندي نجوم منتخب مصر والبنات الصغيره بتلعب هو ده بس مش ان الكبار بطلوا او الناس اعتزلت وسافرت فانا مضطر العب الصغيرين لا هم بيلعبوا مفيش فرق عندي في الملعب بين صغير وكبير بره الملعب ممكن يبقى في صغير وكبير لكن جوه الملعب كلهم واحد وهم اتعودوا معايا على الموضوع ده بصراحه. والبنات كانوا بيخافوا ان هم يطلعوا الدرجه الاولى زمان دلوقتي بيحسوا ان هم اصحاب ومفيش فرق الاحترام موجود وكل حاجه موجوده لكن بصراحه الفرقه سيدات النادي الاهلي او الباسكت بول سيدات النادي الاهلي ما يطلع حد ناشئ بيحس ان هو بيلعب مع فرقته ان كانت 18 سنه او 16 سنه بصراحه هي دي الميزه وانا بحييهم انا اشهد على هذا ان انا شفت حضرتك جوه الملعب لامم البنات اخواتك الصغيرين يعني محترمين كل يوم يعني كباتن كبار لكن فعلا بحس ان تعامل الاخ الاكبر لاخواتك الصغيرين كابتن ايهاب حاجه جميله جدا. نتمنى ان شاء الله في المرحله اللي جايه برضو نفضل مستمرين على هذا الاداء. كابتن نور تقولي ايه لفرقتك السنه دي وانتوا داخلين اخدتوا اول بطوله في اول السيزون وداخلين بتعملوا سيزون ان شاء الله ان شاء الله انا عارف كابتن ايهاب الالفي طموحه ايه في الموضوع لان هو صديق شخصي لكن قولي لي حققتوا اربع بطولات السنه اللي فاتت والطموح اللي جاي تقولي لي فرقتك النهارده وانتوا داخلين على معترك قوي جدا في بطوله عربيه وفي بطوله افريقيه وفي دوري ممتاز او دوري مرتبط تقول لهم ايه؟ اول حاجه طبعا ان احنا نكمل على كده ودي بدايه ومفروض ناخدها حافز للخمس الاربع بطولات اللي جايين وان شاء الله يبقى الاداء والنتيجه احسن من السنه الجايه ان شاء الله تقولي احسن من السنه اللي فاتت. تقولي ايه لاسرتك الاسره أسرة كرة السلة اللي هي البيت العيلة تقول لهم إيه؟ تقول لهم توجه لهم رسالة شكر توجه لهم تقول لهم إيه؟ طبعا بشكرهم كلهم كل فرد فيهم بابا وماما وأخواتي إن هم دعموني لحد ما وصلت في ستيم باسكت وإن شاء الله بقى يبقى ده الروتين مع أختي وأخويا الصغيرين. كلمة أخيرة لجمهور النادي الأهلي انتظروا السنة دي انتظروا السنة دي تقول ايه لجمهور النادي الاهلي النهارده وهو بيتابع اول فوز البطوله وعايزينهم يجوا لغايه الملعب يعني كابتن ايهاب الالفي قال لي ده السلاح بتاعنا الاساسي في البطوله الجايه تقول لهم ايه؟ بقول لهم ان البطوله اللي احنا لسه واخدينها امبارح دي ان شاء الله هي بس مجرد بدايه وان ان شاء الله ان شاء الله هنعمل زي السنه اللي فاتت وهنكتب التاريخ مره ثانيه وهناخد كل البطولات بس محتاجين دعمهم. تقول لاسرتك ايه؟ عايزه اشكر طبعا مامتي وبابايا عشان انا عمري في حياتي ما كنت اوصل اللي انا فيه ده لولاهم. يعني دي حقيقه انا انت فعلا كلمتي حقيقه وحياتي وكلام واقعي. كابتن ايهاب كلمات اخيره
لمجلس اداره النادي الاهلي تقول ايه؟ لا انا بشكر طبعا مجلس اداره النادي الاهلي كاملا على الدعم والمسانده بصراحه. الحمد لله كل حاجه طلبناها كانت موجوده، وغير الحاجات اللي احنا طلبناها على يعني فعلا الدعم المعنوي اللي موجود، زي ما شفت كده مداخله باشمهندس محمد سراج، هم اعضاء مجلس اداره معظمهم يعني بصراحه كلمونا وباركوا لنا وباركوا للبنات، ودي حاجه يعني بتسعدنا وحاجه انا بنقلها لهم فبترفع معنوياتهم جدا بصراحه، فانا بشكرهم جدا، ونتمنى كنا يا رب عند حسن ظنهم ان شاء الله، وتبقى البطوله العربيه تبقى ان شاء الله ترجع بعد غياب 23 سنه يعني. بس الحاجه مش عارف ينفع اقول كده ولا لا، يعني في انت تقول انت عايز على موضوع الجمهور. انا بصراحه انا كنت محضر ان انا هعمل طلب لكابتن خطيب او كابتن رؤوف ان انا البنات دي عمرها ما شافت الجمهور، احنا اتعودنا واحنا لعيبه وانا عارف يعني ايه جمهور النادي الاهلي، فعايز في التمرين قبل البطوله العربيه طلب ان انا ادخل الجمهور، استاذن مجلس الاداره والنشاط الرياضي ان انا ادخل الجمهور عشان البنات واحنا في اسكندريه او اللعيبه في اسكندريه ما يحصلش خضه من الجمهور فتيجي بنتيجه عكسيه. فكنت عايز بصراحه محضر ان انا استاذن ان انا ادخل الجمهور لو ينفع ولوائح النادي تنفع ساعتها ان يخش ويشوفهم تمرينه او تمرينتين، لان مش هيبقى عندي ماتشات ساعتها، فده هيبقى عامل مؤثر جدا جدا جدا، لان انا عمري ما هكسب البطوله العربيه من غير جمهور النادي الاهلي. اكيد اكيد كابتن رؤوف عبد القادر هو سمعنا، واكيد لو في لوائح النادي الاهلي بتسمح بده اكيد هيحصل، واكيد هيساعد، وانا عارف هو بيبوش كل الفرق من كل الاتجاهات عشان توصل للمكسب. طبعا. كلمه من حضرتك للاسره الصغيره، بيتك، اهل بيتك، مراتك واولادك اللي هم مش بيشوفوك خالص، تقول لهم ايه؟ والله طبعا انا بشكرهم جدا، وبالذات مراتي يعني بصراحه، لان هي فعلا ما فرغانيه، كانت رياضيه وفاهمه ولاعيبه في النادي الاهلي، فهي طبعا هي فاهمه، فالحمد لله هي فاهمه يعني ايه رياضه ويعني ايه معسكرات ويعني ايه بطولات ويعني ايه بريشر جوه النادي الاهلي ويعني ايه منافسه، فالحمد لله يعني هي شايله الموضوع تماما، موضوع الولاد والبيت تماما صراحه، انا بشكرها وبحييها وبشفق عليها يعني، والحمد لله اللي انا موجود فيه ده يا ربنا جعلها سبب ان انا اكون موجود فيه الحمد لله يعني. كابتن ايهاب انا بشكرك شكرا جزيلا، بتمنى لك يا رب في المرحله اللي جايه انت والكباتن الكبار اللي قاعدين قدامي ان شاء الله باذن الله تجولنا تاني وتنورونا في بطولة تانية بإذن الله قريب، وهي البطولة العربية. كابتن إيهاب شكرا جزيلا. يا رب الله يخليك كابتن خالد، نورتونا يا كباتن. بشكركم. كان معانا النهاردة كباتن فريق سيدات كرة السلة بالنادي الأهلي والمدير الفني الناجح كابتن إيهاب الألفي، اللي فازوا امبارح ببطولة منطقة القاهرة لكرة السلة سيدات. دائما وأبدا بنكون مع كل فرقنا في كل المواقف، وكل المواقف الفائزة أو الفرق الفائزة في كل مواقفهم. في نهاية حلقتنا النهاردة بشكركم شكرا جزيلا، وتابعونا من السبت للخميس من 7 ل 10 والأهلي ليلة. شكرا وإلى اللقاء.